أهلا وسهلا بكل المتابعين عبر صباح الشروق، وتحية الصباح لكل الزراع في بلادي. وبما أنه نحن نمتلك أراضي خصبة جدا ونمتلك مهارات في الزراعة ونحن بناكل مما نزرع، فإذا نحن محتاجين نعرف مداخل الزراعة، معارف الزراعة، الثقافة الزراعية، كثير من الأشياء اللي نحن محتاجين إنه نتكلم عنها، حتى التغنية الزراعية شنو اللي بتعني لنا، وتعزيز التغنية الزراعية وتوصيلها ومفاهيمها. سعيدين جدا يكون ضيفنا هذا الصباح دكتور محمود عوض مكي، عضو اللجنة الفنية لمشروع تعزيز المعرفة بوزارة الزراعة الاتحادية، فصباح الخير عليك. مرحبا بكم ومرحبا بقناه الشروق، ونرجو ان اكون مفيدا للمشاهد الكريم ان شاء الله. دكتور، خلينا نعرف ذاته، شنو تعزيز المعارف الزراعية والمفاهيم شنو؟ نعم، هو اصلا هذا المشروع بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المعروفة بإيفاد، وينفذ عبر المركز الدولي للأبحاث في المناطق الجافة لكاردا، عبر أجسام مختلفة في السودان اللي هي من ضمنها وزارة الزراعة. جميل. وفيها البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي ونقل التغانة، أيضا هناك بعض الأشياء الأكاديمية اللي هو الجامعات، وأيضا الهيئة القومية للغابات، وهذه مع بعض بتشكل لنا محاور مهمة جدا في مسألة المعرفة. جميل. اللي هو جزء منتج المعرفة اللي هي البحوث الزراعية، الإرشاد ونقل التغانة هي المسؤولة عن نشر هذه المعارف الزراعية. جميل. والجهات الأخرى هي المستفيدة من نقل أو الترويج لهذه المعارف. جميل. بما أنه هو مشروع ضخم وأنت ذكرت أنه فيه عدد من البنود المختلفة، كيف بتقدر توصل المعرفة وتحديدا للمزارع أو للمنتج نقدر نقول؟ نعم، هو أصلا زي ما قلت لك المشروع ده في الأساس أتى لتعزيز إدارة المعرفة لفائدة المجتمع الريفي. كيف ممكن تعززوها؟ أيوة، تعزيز المعرفة اللي هو أنه أنا أكون المعرفة بتجي من جمع بيانات ثم تحليلها في شكل معلومات ثم وضعها في سياق معرفة كاملة. جميل. طبعا في السابق كان الناس بيهتموا بنقل التغانات المادية، يعني تقاوي محسنة، مسافة زراعة وهكذا، لكن المسألة أصبحت غير كده، أصبح إنك إنت لازم تدي المزارع معرفة كاملة حول ما يزرع، عن الشيء الذي يزرعه، ما هي الفائدة التي يجنيها. صحيح. كيف يقدر يتحصل على التمويل، كيف يقدر يتحصل على التقاوي نفسها، يعني بمعنى آخر هي معارف عبر سلسلة القيمة. سلسلة القيمة تكون من 5 محاور رئيسة، اللي هو إنه المزارع لازم يعرف ما هي المدخلات الجيدة ومصادرها، لازم يعرف ما هي التقنيات المفروض يستخدمها عشان تزيد من إنتاجيته الزراعية أو إدارة موارده الطبيعية. أيضا لابد إنه يعرف كيف يصنع هذه المواد بدل يبيعها خام، زي ما ذكر حمدوك في آخر أيامه كاستراتيجية أو للتطوير الاقتصادي، ثم كيف يسوق منتجاته، المنتج بتاعته عشان يلقى أكبر فائدة، وكيف أن إحنا نقدر نشوف طريقة كيف نستهلك ما ننتج. وبالتالي هي يعني مهمة جدا المعرفة عبر هذه السلاسل الخمسة بخطوات المختلفة. نعم. دكتور، لو تتفق معي، أصبحت في ثقافة زراعية كبرى، وجدنا الشباب الآن أصبحوا يتجهوا إلى الزراعة، وزمان الزراعة كانت الزراعة المطرية، الزراعة عن طريق الأيادي، الزراعة الطبيعية المعروفة، الآن الزراعة نفسها تطورت. أكيد، هو أصلا زمان الزراعة كل السودان كان بيعتمد اعتماد أساسي على في نظم زراعية محددة. في النظام المطري التقليدي، في النظام المطري الآلي، وفي النظام المروي، وفي النظام الرعوي. طيب، معظم إنتاجنا نحن كان بيجينا من القطاع المطري التقليدي اللي هو صغار المنتجين، وديل هم تنقصهم كثيرا من المعارف، وديل حاليا يعني معظم الشباب عزفوا من الحتة دي. لكن لحسن الحظ التطور الزراعي مربوط حتى بوسائل التواصل الاجتماعي، يعني حاليا أصبح استخدام زي ما قلنا الهواتف الذكية. صحيح. استخدام التكنولوجيا. الفيسبوك، التكنولوجيا ما يعرف بالتكنولوجيا الاتصال، فدي كلها بدأت تشجع بعض الشباب في الدخول، ومش كده وبس، حتى بعض البنوك زي بنك التنمية الأفريقي مثلا بيعمل جاهدا في تحويل الزراعة، وعشان نحول الزراعة من تقليديتها عشان تكون قطاع اقتصادي لابد من أنه ندمج هؤلاء الشباب، لأنه هم ديل هم الشعلة المتقدة اللي بتنقذنا نحن. صحيح. ما نحن عليه. صحيح. لأنه
هم عندهم الإدراك الجيد والقدرة على تطبيق ما ينشر لهم أو ما يصلهم من تقانات ومعارف. صحيح، وده بيأكد لنا في أنه نحن حنمشي في الطريق الصح بما أنه نحن بنعمل شراكات. خلينا نشوف ذاتا من هم شركاء، منهم هم الشركاء المعرفة الزراعية. والله هذا سؤال جميل. طبعا هذا المشروع كما سبقا ذكرت أنه الشركاء الأساسيين هم بتكون من وزارة الزراعة وتحديدا الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية، أيضا وزارة الري معانا، وجامعات الأكاديمية، جامعة الخرطوم، جامعة الحفد، حتى جامعة السودان، والهيئة القومية للغابات. هؤلاء هم الشركاء. جميل. ودير زي ما قلت أنا بشتتوا في 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 أنه جزء بينتج معرفة وجزء بينشر معرفة وجزء بيستفيد من هذه المعارف. كيف بتقدروا تنقلوا الحاجة دي أو تنشروها؟ أيوة، النشر بتاع المعارف طبعا عنده عدة وسائل. من ضمنها نحن مثلا في هذا المشروع عملنا زي ندوتين كبيرتين في العام السابق وهذا العام. جميل. أيضا عندنا ما يعرف بالمنتديات بتاعت المعرفة، وعملنا حاليا قرابة 5 أو 6 منتديات. أيضا بنعمل على توثيق هذه المعارف ووضعها في شكل كتيبات ونشرات لتوزيعها للمزارعين. أيضا بنستخدم حتى الوسائل زي مثلا قناة الشروق حاليا. صحيح. هذه قناة مهمة جدا لنشر المعرفة. نعم. وكذلك الوسائل الاتصال الجماهيري الأخرى من المسموعة والمقروءة والمشاهدة زي ما قلت، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك والإنستغرام، وكل هذه الوسائل نحن بنستخدمها عشان ننشر هذه المعارف، عشان كل زول يلقى وهنالك اتصال مباشر، حتى لأن هنالك مزارعون لا يمتلكون مثل هذه الهواتف الذكية أو ما عندهم. صحيح. وصول لهذه التقانات، وبالتالي صحيح. يتطلب إنه إدارة الرسائل تصلهم يعني زي ما يقولوا اتصال مباشر. من خلال المشروع ذكرت إنه عندكم عدد من الاتصالات، إذا كانت المباشرة، إذا كانت المقابلات، إذا كانت الإيفنتات اللي بتعملوها. من المستهدف منها؟ في فئة معينة مستهدفة؟ المستهدف جسمين أساسيين اللي هو الزراع بالذات في المنطقة الريفية، لأنه أكثر حوجة. بتصلوهم كيف؟ بنصلهم يا إما نصل مباشر أو عبر، طبعاً لما نصل مباشر أنا بقول هنا هي دي مسؤولية إدارة الإرشاد ونقل التقانة. صحيح. نحن كبحوث مثلاً بننتج المعرفة، لكن ناس الإرشاد هم المسؤولين، وكذلك الجهات الأخرى العاملة ذات الصلة هي برضه من ضمنها إنها توصل المعارف ما إليها المعارف لمستهدفينا. وايضا زي ما قلت الوسائط الاخرى ايضا مفيده جدا، وحاليا بنواجه هنالك بعض المزارعين يعني شباب زي ما قلنا قبل. صحيح. وبدوا يستوعبوا هذه التقانات عبر الاستماع عليه، وهنالك طبعا برامج تلفزيونيه، في برامج زراعيه نحن عندنا برامج كثيره متخصصه في نعم. وزي ما قلت هي مقروءه ومشاهده ومكتوبه. صحيح. كل هذه الوسائل تستخدم لنشر المعارف والتقانات الزراعية حتى يتم تبنيها، وبالتالي التبني يعني زيادة الإنتاجية وتحسين إدارة مواردنا الطبيعية لاستدامة الإنتاج مستقبلا. دكتور، إذا تحدثنا عن مشروع تعزيز المعرفة بنلقاه هو مشروع كبير، لكن شنو من أبرز التحديات المعرفة الزراعية وشنو آفاق الحلول المستقبلية؟ التحدي الأكبر، نحن مشكلتنا في السودان لا نعمل كيد واحدة، دائما هنالك تشتت في المعارف. طبعا المعرفه الزراعيه لما نتكلم عن زراعه زي ما قلت انا قبل لازم نضع في الاعتبار ما يعرف بسلسله القيمه. يبقى سلسله القيمه طالما فيها انتاج معارف دي بحوث موجوده، طالما فيها نشر معارف هنالك ارشاد، طالما في مدخلات لابد من ادخال القطاع الخاص من تجار وشركات، تمام، نضعهم معانا في الاعتبار، لابد من تصنيع، لابد من دخل المصنعين، وبرضه في نخش القطاع الخاص. المستهلك نفسه لابد انه نحن نوريه ماذا يستهلك. صحيح. عشان التوعيه مهمه جدا، لانه هسه الناس بتتكلم عن منتج عضوي بدل تنتج لك كيماويات وتضر الناس والسرطانات المتفشيه، الان الناس بيهتموا بالمنتجات العضويه. صحيح. المسمى بالاورجانيك فارمينج، ودي مساله مهمه جدا. عشان كده الشركاء متختلفين، لكن مشكلتنا نحن لابد انه نجمعهم في جهه وجسم واحد حتى انه ننشر معرفه متكامله وتكميليه، حتى انه نقدر نحول زراعتنا زي ما قلت من الاعاشه الى زراعه اقتصاديه تجاريه ذات عائد وذات فائد ومستدامه ايضا. زراعه الاورجانيك اللي انت ذكرتها يا دكتور، هل هي متوفره ولا نحن ممكن نستخدمها من فتره لاخرى، ولا في ناس بيحصدوا محصوله اللي بيزرعوه من فتره والتانية؟ نعم، نحن في بنوسه السودان مشهور جدا بالانتاج العضوي، لانه نحن قليلي استخدام للاسمده، قليل الاستخدام للمبيدات. صحيح. وطبعا حتى ناس البحوث الزراعيه عشان يقلل المبيدات
عندهم حاجه اسمها المكافحه او الاداره المتقابله للافات اللي هي دي ما بتلجا لاستخدام المواد الكيميائيه المبيدات الكيميائيه الا عند الضروره القصوى، لكن بتكون كلها عباره عن انت تستخدم الاعداء الاحيائيين زي اصدقاء المزارع وكده في محاربه الافات الزراعيه المختلفه، ودي في حد ذاتها بتعني انه نحن بننتج منتج اقرب للعضويه منه للمنتج الغير عضوي. يعني دكتور اذا تكلمنا عن مشروع تعزيز المعرفه حنلقى هو مشروع زي ما انا ذكرت كل مره انه ضخم وكبير، شنو اللي عايزين توصلوه للناس؟ شنو المغزى من انه هو يصل وينتشر وتكون في سلامه انتاجيه للزراعه؟ المغزى من المشروع ده كله نحن نبني قدرات المرشدين وبناء قدرات المرشدين وغيرهم على اساس انه هم يكون عندهم المهارات اللي بتوصل هذه المعارف للجهات المستهدفه من مزارعين من ناس غابات ناس موارد. وبالمناسبه مهم جدا احنا في اشياء ثلاثه بنركز عليها اللي هو كيف احنا نوفر تمويل ريفي، كيف احنا نحافظ على البيئه بتاعتنا بما يعرف التغير المناخي الماسي اللي امامنا، ودي مشكله كبيره جدا في العالم. ويمكن كان الكوب القريب ده في شرم الشيخ كان بيهتم بالمساله دي، مهم جدا ولازم نعرف ان احنا نتكلم عن ما يعرف بالزراعه الحافظه. صحيح، هل تغير المناخ ذاته حيغير لنا في شكل الزراعه؟ بكل تاكيد. نعم. كل المساله بالمناسبه تغير المناخ ده لنا حاجه ما بيدنا، عشان كده نحن بنتحسب لمسألة تغير المناخ عبر إدارة جيدة لمواردنا الطبيعية من بالذات ما يتعلق بالمياه والتربة وغيرها. دكتور من خلال المقابلة عايزة أعرف شنو ممكن أنت تشوفه أو ترى مستقبل إدارة المعرفة البرامج والأنشطة المستقبلية؟ المشروع ده خدت اللبنة الأولى، والمشروع ده اشتغل سنتين كده ممكن نقول بنشاط ممتاز جدا، وقدر يكون جهات ما يسمى بالممارسة للمعرفة. لكن نفتكر بعتقد انه بنحتاج انه هذا المشروع لو ربنا ادانا تمويل خارجي عشان نمده لسنتين ثلاثة عشان نقدر نستوعب معانا كل الجهات اللاعبة في انتاج والتسويق والترويج للمعارف بتاعتنا بالذات فيما يتعلق بالزراعة والموارد الطبيعية، لانه ده الاساس بتاعنا كسودان، يعني انه يمتد لنا لعشرات السنين عشان نستفيد منه ونجني منه ثمار مهم جدا. بعدين في حتة ليها في حتة مهمة جدا اذكرها، انه نحن معارفنا ذاتها بتنقسم لنوعين، في معارف علمية ودي نحن ماسكين ناصيتها دورنا. نعم. وفي معارف محلية او اصيلة عند المزارعين نفسهم، وفي مزارع عند الناس ما قادرين الناس يستفيدوا منها، فدي المشروع لكل ما يمتد، لانه المعارف هي حاجة متحركة. صحيح. وما ثابتة ومتتالية ومبتكرة. نعم، وبالتالي نحن المسألة لو استمرت نحن حنستمر معاكم دكتور، وحنكون حضور معاكم في كل البرامج اللي بتقدموها وفي كل برامجكم المختلفة لتقوية العلاقات ولتقوية الزراعة نفسها والشراكات الذكية اللي ممكن تحصل ما بينكم. شكرا جميلا لك، شكرا لحضورك. شكرا لكم قناة الشروق، إن شاء الله ربنا يعني يميت في أيامنا ونقدر نكون مفيدين لأهل المزارعين في ذلك المناطق الريفية، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك دكتور محمود عوض مكي، عضو اللجنة الفنية لمشروع تعزيز المعرفة بوزارة الزراعة الاتحادية.